اليوم غادي يكون عبارة على اون بتيت كولابوراسيون مع أسامة الغنام. هو غادي يصوب لكم عصير زعزع، غادي يخلي لكم اليان ديالو في الديسكريبشن بوكس، وانا غادي نصوب لكم معاه يعني زعزع تاكلوه مع هاد البيتزا هادي ولا هاد لي شوسون لي خفاف. نتمنى تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة. اليوم قررت نبارطاجي معكم شنو غادي ندير الفطور، مادام انني مازال ما لحقت لكم حتى شي فيديو في رمضان. كنت لحقت لكم فيديو قبل رمضان، لكن رمضان باقي ما لحقتش شي فيديو، داكشي علاش غادي نوريكم شنو غادي ندير اليوم الفطور. ويلا همكم الموضوع، كمل الفيديو حتى الاخر ديالو. بدينا اول حاجه غادي ندير لهم اليوم هي لي شوسون معمرين بالكفته والبصله وكيري. غنخلي لكم المقادير كلشي في صندوق الوصف، وبيتزا بلا فرن وبلا عجين غنوريكم في الاخر كيفاش نديروا ليها. بالنسبه للعجين درت 400 غرام دقيق، 150 غرام زبده، ومعلقه خميره ديال الحلوى، ومعلقه ديال الملحه، وغنجمع العجين بالماء دافئ حتى يولي يلعب في يديك العجين باش تعرفي تعجن مزيان. غتبركي اليه بالاصبع ديالك، من بعد غادي تغطيه بالمنديل وتحطيه على جنب. وندوزو دابا للحشوه. الحشوه خديت البصله نقيتها وحطيتها في الماء بارد باش يعني تنقص من المفعول ديال الماده اللي كتحرق في العينين، وانا اكره حاجه عندي هي نتحرق في عيني بالبصله. المهم غتقطعوا البصله من يعني مويان حتى الكبيره، انا قطعتها مويان كبيره. المهم داكشي مخلط، وغنبقى نحط كل مره الموس في الماء بارد باش يزيد ينقص من المفعول وما يحرقنيش ديك الماده في عيني. من بعد غادي ناخذ الزيت غنحطه في المقلاه يسخن من 5 حتى 10 دقائق، وغادي نحط عليه البصل. وبالنسبه للناس الدول العربيه الاخرين اللي ما كيفهموش اللغه المغربيه يعني الدارجه المغربيه، غنحط لكم اسماء التوابل في صندوق الوصف. هنا درت الابزار، الملحه، والتحميره، وغادي نخليه يطيب. ما يطيبش كامل، غير يطيب نص طيبه. من بعد غادي ناخذ داك الزيت اللي بقى من البصله غنحط فيه الكفته، هذه هذا هو السر ديال البنه اللي غيكون. وعاد غنزيد البصله باش نخليها تطيب كامله مع الكفته. من بعد غادي ناخذ كيري غادي نحطه مع الخليط، وغادي نخلط كل شيء بالفرشات. كل واحد يقول لي في البلاد ديالو شنو كيقول الفرشات. المهم غادي ناخذ العجين بعد ما خمرات، غادي نقسموها على جوج يعني باش ما تغلبش عليا، وغادي نسرحوها مزيان، وغادي نقطعوها دوائر. بغيت نقول لكم لي شوسون غيكونوا كل شوسون وحده غتحتاج جوج ديال الدوائر، غنوريكم الطريقه كيفاش. وغادي نبداو بالطريقه الممله. غنبقاو نقطعو نقطعو، وغتشد العجينه وغنبقاو نقطعو، وانا باديه معطله. بديت معطله وكان خصني يعني ندير اي حاجه سريعه. غادي ناخذ القرص الاول، غادي نبسطو مزيان، عاد نحط الحشوه ونحط الفوقاني، ونجيب التحتاني فوق فوق من الفوقاني. مافهمتش تفهموني، المهم نتوما كتشوفوا الطريقه. وديك العجينه اللي شاطت ليا هي والحشوه درت ليها هذه الطريقه هذه، حيت انا فعلا بديت معطله وما بقاليش الوقت وخصني نكمل دغيا. غتقطعوا على شكل في، وغادي تجيبوا كل طرف عند الاخر حتى تضفروا بحال الضفيره. من بعد غادي نزينوه بالزيتون، يعني هذه كتبقى اختياريه غير باش ما يجيش حب اللون. من بعد غادي ناخذوا باش ندهنوا العجينه من الفوق، غادي ناخذوا صفر ديال البيض وشويه الحليب. علاش الحليب؟ باش يتطلق لينا صفر ديال البيض وندهنوا به مزيان. غادي ناخذ لاطا نحط فيها بابيي سوفيريزي، ونحط العجين، ومن بعد ندهنوا ونحطوه في الفرن من 15 حتى 20 دقيقه في درجه 180. من بعد وصلنا للبيتزا، غتاخذوا نصف كاس زيت، نصف كاس ياغورت طبيعي، كاس ونصف دقيق، وغتاخذوا خميره الحلوى كيس، وشويه ديال الثوم، وجوج البيضات، وشويه الملحه، وشويه الابزار.
وغادي تخليو كلشي يتطحن في المونينكس. من بعد غادي تاخذوا مقله ديال المسمن كتكون ثقيله، غتحطوا فوق منها بابيي سوفوريزي وتكبوا الخليط فوق من بابيي سوفوريزي وتخليوه بين المطاب شويه. غتحطوا عليه كاع داكشي اللي كديروه نتوما فوق من البيتزا، لاصوص. انا هنايا درت لاصوص، يعني درت البيتزا هذه سريعه بزاف، تقدروا ديروها يعني في اقل من 15 دقيقه، يعني سهله بزاف. غادي حطيت لاصوص فلفل اخضر حلو والطون، ومن بعد حطيت الفخوماج. من بعد غادي نغطي المقلات بشي مقله اولا شي حاجه، المهم غير غطاوها غير باش يذوب داك الفخوماج. وبالصحه والعافيه، والبيتزا عجبتني بزاف، اللي جربها يقول لي في لي كومونتير. وبالصحه والراحه، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. سلامه.